بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعند وضيال ملو البوا جوكتان يسو البوم وغيقي دي سو غاريبا كسو دوادا ترتنك قرآنك ورباهين تسيتي مالين والباد كلاس عطان مركا لغاريبا مالي مدى الجمعة ما انتا هدي ربي رالي كنقضو وحاب ترتنك قرآنك كريم كاكو ترتمي دونا طبانك سري عبد الرحمن محمد شيخ ابراهيم او كتر تميه تبانك سره كسودنا دغسغا صلاح الدين الايوب حافظه انت وذاك وحنا او كتر تمي دونا تبانك سره هدي ربي رالي كنقضو وانا وريغي سي كوبات ان شاء الله قرر وحن سو غبا غبن دونا وريغيده خيغا اما وريغيده لباد اما كان سدحات هدي ربي رالي كنقضو ان بلسه مانتا وريغي سي كوبات ايو كتر تمي عبد الرحمن محمد شيخ ابراهيم او كميده ترتمياش ورباهينتا سيتي raadiyaha magaalada Jowhar ee ku soo dhow Cabdi Rahmaan ee warbaahinta City kalmadada kaga aadan tartanka maanta aad galayso aad ka galayso warbaahinta City alhamdulillah rabbil alamin was salaatu was salaamu ala rasuulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa ba'd alhamdulillah ilaahi mahadis kale ku faraxsanahay runtii aan inaan ka qayb galaya tartanka quraanka kariimka ee City FM ما شاء الله أدي يماسين هاي عبد الرحمن محمد شيخ إبراهيم وكمل ترتمياش ورباهين تسيتي قدي ما أنت إنه رح دحادنا يا دير ربي رالك نقض وحا ونقنا يا مع عبد الرحمن يوسف علي يوليبا مع عبد السلام شيخ حسن شيخ يوسف وكمل علماء مجال هذا الجوهر أمام علمين تا دقم هذا الجوهر وحنكور جينا يا مكروفان كاسيك المديسة وكغاسو الجيديو مع عبد الرحمن يوسف علي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى وما أدعيه لنا مر والبو نسوى فجياء مسابقة القرآن الكريم من أسقوص الله بنو إذا نمر إيساء أسبوعي سدحات أم أسبوعي لباد الحمد لله رب العالمين هذا نحن رجيهنا إن سفي عنه غيس عدونته أنت بش بركيسان لوجود الجرؤ أما أنت إلهي قدر سبحانه وتعالى وانا عمل خيري او عماش بشهر رمضان وبركيسن الله سبحانه وتعالى لو غدوا كميدا حي لي كتابك الله سبحانه وتعالى ما ملكيس ما من اسك عادي ما هن اي وعباده يو الله سبحانه وتعالى انه غدوا وكلام الله سبحانه وتعالى او تلغل امدان عمل كور انه كهر مريو ما دام عمره لو غابن هي او يهين اصحاب 60 او 70 dadka ummada ummad Muhammad oo ummada ugu umri gaaban laakin waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu soo kabay halkaas bedelkeera kitaabkan oo qofka xaraf kamid akhriyo hal xasan oo helayo xasanada tuman ay u dhaganto rasuulka cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay soo halkaas noo cadeynayo man qaraa harfan min kitaab Ilaahi falahu bi hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun wala walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun حرف كمبيد كتابك الله قفك أخرية هل حسن ولي حسن هذا واتمن الله ألف لام ميم ودن مدها يرسولك صلى الله عليه وسلم وحرف ألفتن وحرف لامتن وحرف ميمتن وحرف مركتاسن وحاسكال كتابك إلهي كرامتي سئي شرفتي سئي قدرنت إلهي سبحانه وتعالى وينيي أنا قلنا وحال لنا يكون عبادة استوكو عمل فلا إلهي سبحانه وتعالى أقول دواد الله أنا مدقو الله نكر ياله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذا ما سيني هاي أستاذ عبد الرحمن يوسف علي وكمدا قد نقول لحد حاضنا يترتن كقرآن كريم كورباهين تاسيتي وقتي ويرعاوي سوحان قد قرينا آيديه لو يدين لها سد أحد السؤالات لو يدين لها عبد الرحمن محمد شيخ إبراهيم وكسعود الدكسي صلاح الدين الأيوب عبد الرحمن اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر
المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالخير ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين حسبك والآن اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه وآتيناه الإنجيل من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وآتيناه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الكتاب والإنجيل فيه هدى ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن حسبك. والآن اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا في النار وقال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ضعفا من النار ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. حسبك. هذا ما زيها يا عبد الرحمن محمد إبراهيم سدح لي سؤال الدين هي يا كاسيك سؤال بعطي رحمة الله قل إن هدي ربنا لفرع وتر تمي إلا بعد القرآن الكريم كور بعنت ستي موسى عبد الله النور وقدر تمي يتذكر كل هذا وحوك سعد مدرسة السلامة وان وريكي سي لبعد وربعنت ستي معلوم ونكسن مر والبوق مر والبوق جوتشار رحمة الله هاي كلو موسى
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثلي ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون حسبك والآن اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. حسبك والآن اقرأ من قول الله سبحانه وتعالى واجعل لي لسان الصدق في الآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. حسبك وجزاك الله خير الجزاء. هذا ما سين هاي موسى عبد الله نور أو كم إذا ترتمياش وربعين تسيتي كنا ترتمي تبان كسرق القرآن الكريم كنا
tobanka dhexe afwan tobanka dhexe ee quraanka kariimka kana tartamaya warbaahinta city waxa uu ka socday dugsiga salaama ee magaalada jawhar ee barnaamijka intuu soconayay waxa ino dhaxdhaxadinayay quraanka maanta macallin abdurrahman yusuf ali iyo waliba macallin abdusalaam sheikh xasan iyo waliba sheikh yusuf anigoo maxamed yaasiin mahdi alfa ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay halkaan naga soo jeedinayay yuu iyo weliba saki ayaa dhanka kaamirada ka qaabeynayay dhanka farsamadana waa shaasha intaa barnaamijkan barnaamij xuy ku kulmeen waxaa idin leeyahay sidaasii nabadgelyo insha allah.